والله وكيلك يا عمي، ما شفت لك اياهم غير التفوا حواليه بالسوق ودغري شعطوني على الكركون. العم على السيره ما كانت تخلص معهم. والله يا عمي بعينت هالشغله طويله كثير. هيك الظاهر. هلا صحيح الكركون عم بيجور على اهل الحاره، بس ما بينلام، لانه اللي صار كان ممكن يصير مع اي حدا غير ابن ابو عزام. اي والله، اي والله معك حق مرت عمي، كلامك صح. وشو زم كل هالشباب تتبهدل بالكركون؟ كانوا ولقوا القاتل وخلصنا. ليش بسهوله بيلتقى القاتل لك عزيزه؟ الا ما يلتقى، وين بده يختفي يعني؟ الله على الظالم يا سيدي. اي والله الله على الظالم. صباح الخير. اك اهلين وسهلين. اهلين يا بي. اهلين بسامو. اهلين ابن عم. يا ميت اهلا وسهلا بك. اهلين يا علو. شو هالجماعه الحلوه؟ لك دخيل عينك. ابن عمكم فتحي وبنت عمكم زبرو جايين يطمنوا عليكم. ان شاء الله تطمن عليكم العافيه. الله يعافيك. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك ابن عمي. وان شاء الله ما بتنعاد لا الكون ولا لاهلي. خير ان شاء الله. كمان انت شحطوه؟ ايه والله، بس ما طولت. قضيناها غدوه للشباب. ان شاء الله السم الهادي على قلبه. شرفوا يا جماعه، بدو اياكم تفضلوا. صايب عمكم فتحي هو اللي جاب الشغلات هي. طالع لابوه الله يرحمه. هيك اخي نزار، ايده هيك فاروطيه، مبذر كا. الله يسامحك يا عمي. ما في شيء من واجبك عمي. الله يكبر واجبك. شرفوا شرفوا. لك الله يسلم ايديك يا فتحي. للمونه يا توم. الله خلينا بس. اهلين يا بي. اهلين يا بي. اهلين يا بي. خير يا بي؟ شايف هيك بتمك حكي، تفضل. والله لقطتني يا بس. اي يعني انا بدي احكي معك بموضوع، بس ما بدي انزعلك. تفضل يا بي تفضل. اكيد اكيد يا بي اكيد تفضل. بسام للاخير انا بدي اتجوز. ان شاء الله الف مبروك يا بي. اصلا انا بدي زوجك. حياة الله عم تحكي جد يا بي. بس تعرفت مين دي جواز؟ زمرد بنت عمي. زمرد؟ ايه زمرد يا بي. يعني بنت عمي ونحن فتحنا صفحة جديدة مع الجماعة، مزبوط ولا لا؟ ايه مزبوط يا بي. يعني بفهم من هالشي انه زمرد عجبتك يا بي. ايه عجبتني يا بي. يعني الظاهر انه هي البنت راكزة ومعدلة وما بتشكي من شي. وانا هيك شفتها يا بي. يعني موافق يا بي؟ ليش لا؟ اصلا انا بدي اخطب لك وزوجك ان كان هي وان كان غيرها، بس طالما هي خلص معناتها بنقول لامك مشان تروح تطلبها. روح ربي يخلينا اياك ويحفظ لنا اياك يا بي. ايه ان شاء الله الف مبروك يا بي على بركه الله. معناتها انا رح روح خبر الميمي مشان تروح لعند منا وتفادحها بالموضوع. ليش مستعجل يا بي؟ خليها للمسا. بتروح بتخبرها للمسا؟ مو عجله يا بي، بس انا عم بقول للمسا بركي انت حسبتها وغيرتها اياك، ما بتعرف شو بصير معك. لا لك بس مع ابوك هيك؟ ابوك اللي بيعمل هيك؟ لا يا ربك والله ما بتعملها. يلا معناتها رح نروح خبرها. السلام عليكم. الله معك يا بي. والله ما لي رايح بالمبوس راسك. الله يخليك لي. الله يرضى عليك. السلام عليكم يا بي. الله يرضى عليك يا بسام. الله يخلي لك يا وتفرح فيه هو واخواته. ان شاء الله عبال عندك وعند اولادك يا ابو حدو. تسلم يا ابو بسام. ايه ما قلت لي. يا ابو مشان الله بتروحي تخطبي هلا احسن ما ابي غير رايه. والله فرحت قلبي بهالخبرية. إذا كان هيك بدك لقوم غير تيابي وروح. بيني وبينك يا أخي هالزمرد راكزة وحلوة ولا بقت لك كتير. بس يعني قولتك يا مو بتوافق هي؟ وليش لا؟ وين بدها تلاقي حدا مثلك؟ بعدين لا تنسى أنت ابن عمها وأحق فيها من الغريب. يلا لكان أنا قايمة ألبس وأتيسر وأنت رجع على شغلك. ماشي يا مو، أنا رح روح على الشغل، المسا بتردي لي خبر، إيه؟ إن شاء الله. وليه؟ قولتك بتوافق ولا ما بتوافق؟ أنا شو بيعرفني؟ ما أحلاها ما توافق. أنا أنت شو دخلك بالقصة؟ بتربي بالمودي. شو قلتي؟ طيب فكري بسرعة وردي لي خبر. بسام الله يسلمه رايدك وهو مستعجل وهو أولى من الغريب. والله ما بعرف شو بدي لك يا مرت عمي. خليني أفكر شوي، يعني هذا جواز مو لعبة. حقك وإن شاء الله ما بتنضام، أنت عند أهلك. الله يلعن الشيطان وساعده، عفى الله عن ما مضى.
يلا انا تاخرت لازم امشي. قاعدين مرت عمي؟ ان شاء الله الجايات اكثر من الرايحات بخاطري. الله معك، سلمي على عمي. الله يسلمك. عين خير يا عم، عين خير. المخلوقة ما حكت شيء، بس قال بدها وقت تفكر وهذا حقها. معلوم يا مو هذا حقها، خليها تفكر شوي شو عليه. مشان هيك لازم تبلش ترتب امورك، وبس تعطيني خبر انت لازم تجهز للخطبة والعرس. يا مو عم يقول لي اعلي انه انا ما اطول خطبة كثير، يعني هيك كم يوم واتجوز على السريع. شايف الحارة قلبي فوقاني تحتاني. هذا الموضوع ابوك بيقرره. بس على الأغلب يصير العرس بدون طني ورني. عيب، ابن أبو عزام ما صار له زمان متوفي. معلوم يا مو، الأصول أصول، ما بصير. الله يوفقك وإن شاء الله بشوف أولادك. الله يسلمك يا مو. أيوة لكان يا عمي الدلالة بالسار. أيوة أنا يا مو ما بدك تشوفي أولادي؟ معلوم بدي أشوف أولادك، بس خلينا نجوز أخوك وبعدين منلتفت لعند منا. يا مو فكري ما بدي اتجوز، انا بحسه ما بيحب الجواز. ومين قال لك هذا الحكي؟ لا يا مو لا تصدي، انا بدي اتجوز احلى صبيه بهالحاره كلها. خلص تكرم عيونك، رح نقي لك اياها تنقايه والا تعجبك منيح. الله يخلي لي اياك يا رب ويطول بعمرك يا احلى ام بهالدنيا كلها. بيت شيطانك شو بتلبس؟ بتلبس؟ طب شاي. ايه يا مو اليوم كان بيع السمك كثير منيح. رغم اني ما توقعت يفوت ولا زبون، بس الحمد لله. الف الحمد لله، الله يرزقك، والله هي بشاره حلوه. يا رب يا اختي، يا رب يصير طلب على السمك. امين. والله العظيم لو ما زرعوا الذهبات كنت عملت مشروع كثير كبير، كثير كثير. ولك بيرجعوا؟ لا تفقد الامل. دخلك انت عم تراجع الموضوع بالكركون؟ ماني هامل السيره، بس عم بستنى لحتى يخلص التحقيق مشان ابنه لابو عزام. هذا الموضوع وقف سيره الذهبات كلها. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. اضرب هالحظ. بتعرفي صلحتنا مع عمي ابو بسام رح تخليني اقرب منه كثير، وهيك بشوف ايش كان معه مصاري ولا لا. اذا طلع معه مصاري معناته هو سارق الذهبات. بما انك فتحت الموضوع اسمع على هالخبريه. خير شوفي. مرت عمك ام بسام اجت اليوم لعندي وطلبت ايدي لابنها بسام. انت عن جد عم تحكي؟ ايه ولا؟ واكيد وافقتي؟ لا قلت لها بشاور حال. إيه بس يعني أكيد رح توافقي. والله يا أخي ما بعرف، أنت شو رأيك؟ والله ما بعرف يا أختي، بس يعني أنا برأيي إذا أنت ما عندك مانع، أول شيء بضل ابن عمك ألزم فيك من الغريب، واثنين لما تصيري عندهم وتعيشي معهم رح تعرفي الشاردة والواردة، وساعتها بتكوني عيني اللي بشوف فيها كل تحركاتهم، وهنيك بتعرفي لي بقى إذا نايمين على الذهبات ولا لا. والله مانك إلي حاسبة على البكلة. يعني بفهم من كلامك إنك موافقة؟ إيه مرت عمي موافقة. بالنهاية نحن أولاد عم، وبصراحة ما حلاقي حدا أكثر من بسام مناسب ليلي. لك تسلمي لي شو إنك راكزة وبتفهميها على الطاير. والله أنا كثير مبسوطة فيكي. الله يقدم اللي فيه الخير. آمين يا رب. لكان اليوم المساء كتب لي كتاب، واعملي حسابك بعد كم يوم رح يكون العرس، بس عالضيق لأنه عيب ابن أبو عزام ما صار له زمان متوفي، اليوم 40. الله يرحمه. معك حق مرت عمي، ما لازم نعمل طنة ورنة. خلص أنا ماني رايدة غير السترة وراحة البال. لك تقبري قلبي شو حكياتك معدلي، لكن أنا لأقوم خبر بسام، وأنت جهزي حالك للمساء يا دوبك. إن شاء الله. يلا بخاطرك. الله معك مرت عمي. يا بي بدي امروا على البيت ربع ساعة وارجع لشوف بنت عمي اذا ردت خبر ولا لا. كل عمرك عجولي عجولي. مظبوط عجولي. روح بس ما تأخر. الله يخلينا. يلا خاطرك. مع السلامة. Thank you.
وافقي؟ وافقت وطاير عقلك. عاشتك بقى، هي هيك قالت يعني؟ هلا هي ما قالت، بس واضح من كلامها. الله يبشرك بالخير يا أمو. طيب يعني مو لازم نكتب الكتاب؟ أنا قلت لها نحن مستعجلين وما بدنا نأجل، بقى إذا أبوك موافق بتكون الخطبة اليوم المساء. والله وأنا هيك عمو، يعني خير والبر عاجل يا أمو، مو هيك؟ ألف مبروك. الله يبارك بعمري. طيب يا أمو أنا رح أرجع على الشغل ومنه بخبر أبي. الله يخلينا ياكي. يقبر قلبي، مو عاطي فرحته لحدا. قبل ما نكتب الكتاب خلونا نسمع موافقة البنت، إيش كان ما في مانع. موافقة شيخي. معلش يا أبي، الله يرضى عليك، خليها توقف قدام باب الأوضة لأسمع منها. يلا يا فتحي، هذا الواجب عمي، يلا بسرعة. يلا. إن شاء الله خير يا أبي، إن شاء الله خير. ابن الكاشي، بعدين. إن شاء الله ألف مبروك أخي بسام. الله يبارك بعمرك عمي أبو عادل. ألف مبروك يا بسام. علينا يا أبو حمد، الله يبارك فيك. إن شاء الله جوات الدهر يا رب. تسلم يا أب مرزوق، عبال عند أولادك وأحفادك إن شاء الله. افرح بأولادك يا رب. مبروك يا أبي. الله يبارك بعمرك يا أبي. شرف، تفضل. تفضل شيخي شرف. يا كريم. بالإذن يا جماعة. يلا تفضل تفضل شيخي شرف. الله يهنيهم يا أبو بسام. يلا يلا. يا بنتي يا زمرد، انت موافقه على زواجك من ابن عمك بسام على سنه الله ورسوله؟ موافقه شيخي، موافقه. على بركه الله. شرف شيخي، تفضل. الله يخلينا يا ابو داش. اهلا يا ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله مبروك يا زهر. الله يبارك عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسام حط ايدك بايد ابن عمك فتحي وقول معي. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا على الله يا جماعه الخير، سمعونا الفاتحه لنيت التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو الكاشي قريت فتحه؟ اي والله العظيم قريتها. تفضلوا يا جماعه، شرفوا تفضلوا. تفضلوا شرفوا شرفوا شرفوا. مبروك يا بي. ان شاء الله الف مبروك. قولنا ضيف يا بي. حسبت صاحب النوم معروف. يسلموا. طيب عمك الله يسلمك. تفضل بعدين. طبعا يسلموا يسلموا. الله يخليك يا ابي. تسلم يا ابي. الله يخلينا ياك يا ابو، ان شاء الله على طول ديارك عامره بالافراح. الله يرضى عليك يا ابي. مبروك، عبال عنكم يا ابي. الله يبارك اخي. تسلم يا ابي. مبروك يا عريس. الله يبارك فيكي، عبال عنكم. هذا الشاب فكري. والله شوقتني اتجوز اخي. هز كتافك فكري، هز كتافك. قال هز كتافك، إيه لي سنين عم هز كتافي يا بي، إيه وما صار معي شيء. ها ما صار معك شيء، لو اعرف بس وين مخبيهم لك ابي. يعني ما بتعرف وين مخبيهم؟ بعرف بعرف بعرف، خلص خلص. بعد جوازة اخوك اذا الله راد بسعى بجوازتك. هيك قولتك اخي؟ يعني 10 15 سنة بالكثير ان شاء الله، اكثر. عروستك انا رح نقي لك اياها اخي. بس وينك؟ بدي اياها حلوة. ها شو حلوة ما حلوة؟ معقول ما تعجبك وهي تنقاية اخواتك؟ لك شو ما تعجبني؟ لك دخيلكم انتوا، الله يخلي لي اياكم. ايه؟ ايه ابو بسام. يعني بكره المساء بنلبس المحابس. لك اهلين يا حبيبي ورفيقي شكري. حيو الفكور. شلونك؟ مشتاق لك. صاحبك جوا مو عاطي فرحته لحدا. بيطلع له يا عمي، بيطلع له ان شاء الله. عبال عندك سيف فكري. وعندك ان شاء الله. صحيح، وينك انت؟ ليش ما جيت على كتب الكتاب؟ فكرناها اهليه بمحليه طلعت طوشه عربان، كنا اجينا. ايوه سيدي، ما صار شيء لنا، جايين مبارك. يلا تفضل خذنا طريق. يلا 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 يلا. لك يا اهلين بشكري، والله شرف شرف. حلو فكري. هيك يا رفيقي، لك مو على اساس تجي معي لكتب الكتاب. لك مشان الله لا تواخذني، علي الحلال عجقت. هات بوسي هات. بلكن ننعدى منا. ان شاء الله ان شاء الله شرف. اهلين 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 عمي شكري. أهلين شو أخبارك؟ مستورة والحمد لله. طمني، عم يزيدوا ولا عم ينقصوا؟ اللهم لا حسد. خمسة وخميسة، شو جاب هالسيرة هلا؟ صار بدها جواز لك. تفضل تفضل. شو قلت؟ إن شاء الله هيك، أنت وفكري بيوم واحد بعمل لكم عرس. إن شاء الله قادر يا كريم. لا لا مو مصيبة، تفضل تفضل. شرف شرف. يا رب. أهلين شكري يا فندم. القعدة الحلوة، رح أقوم أعمل لكم طعم شاي هيك على كيفكم. تفضل. شو هالحكي؟ تفضل يا بي. جيب لي كاس مي يا بي. عمرك يا بي. يلا.
سعد لي مساكم. اهلين عمي شكري. اهلين شكري بي. اهلين عمي شكري. زهود الله يخليكي، بدي اياكي تفتحي لي عيونك كثير منيح بعد ما تتزوجي، وخصوصا على عمك، يعني تشوفي لي كيف تصرفاته جوات البيت. ولا يهمك اخي، اذا كان عمي ابو بسام هو اللي اخذ ذهبات ابي اكيد رح يبين عليه. بالضبط، وهو المطلوب. انت ما بيخاف عليكي يعني؟ وبلكي ما بين عليه يعني؟ اكيد هلا اول ما تتزوجي رح يتصرفوا قدامك اي شيء غلط، بس مع العشره اكيد رح تحسي. بصراحه انا ما عم بفهم شيء، يعني خدني على قد عقلي، شو التصرفات اللي لازم يعملها عمك ابو بسام لحتى يبين انه معه الذهبات؟ يعني بتلاقي قاعد عم يفكر كثير، شارد، او مثلا عم يشتري شغلات هيك عليها القيمه. مين عمك ابو بسام بده يشتري شيء عليه القيمه؟ هات حلم ابليس بالجنه. اي والله معك حق. المهم ديري بالك على حالك، وخصوصا من عمك، ما انه سهل بنوبه. رح اعمل جهدي لحتى اكشفه، معني انا ماني حابه اكون هيك، بس رح اكسب ثقتهم ومحبتهم. ما قلت لك ما بيخاف عليكي. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.